بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نبدأ بالفصل الثالث Settlement in Soil Under Shallow Foundations، الهبوط بالتراب تحت الأسس الضحلة أو نتيجة تأثير الأسس الضحلة. Introduction: In order to satisfy the geotechnical performance requirements of a foundation associated with serviceability limited state, it's necessary to estimate the vertical displacement due to the static loads transmitted from the structure to the underlying soil. لكي نلبي متطلبات الأداء الجيوتكنيكية لأي أساس، خصوصا تلك المتعلقة بحالة الحدود الخدمية، واحنا ذكرنا هذا المصطلح، مصطلح الليميت ستيت أو الألتيميت ليميت ستيت بالمحاضرة الجوجل ميت السابقة، وقلنا إنه أي أساس يجب أن يحقق هذول المتطلبين. المتطلب الأول هي حالة الحدود القصوى عن طريق السترينث والستيبوليتي، المقاومة والاستقرارية، من خلال التحقق من البيرنج كاباسيتي للسويل، وكذلك السلايدنج والأوفرتيرنينج في حالة الاستقرارية. أما فيما يخص المتطلب الآخر ألا وهو السيرفيسابيليتي ليميت ستيت، هذا هو المصطلح Serviceability limit state، حالة الحدود الخدمية، ونقصد بمتطلبات اللي تخضع لهذه الحالة هي حالة settlement الهبوط، يعني أي أساس قد يكون البيرنج كاباسيتي متحققة، السلايدنج متحقق، الأوفرتيرنج متحقق، لكن مقدار الهبوط بالتربة يكون أكبر من المقدار المسموح به، وبالتالي يعني ما ممكن أن نعتبر هذا الأساس أمين. إذا النوع الآخر اللي يفترض أن نتحقق من عنده هو Serviceability Limit State، واللي قلنا معناه إنه نتأكد من Settlement بالتربة وضمن الحدود المسموحة Allowable Settlement، الهبوط المسموح. So it's necessary to estimate the vertical displacement due to the static loads transmitted from the structure to the underlying soil. لذلك من الضروري أن ندرس أو نخمن أو نوجد الإزاحة الرأسية، ونقصد بالإزاحة الرأسية هي مقدار الهبوط نتيجة انتقال الأحمال من المنشأ إلى طبقات التربة. Settlement can be uniform in case of rigid footing base or variable in case of flexible footing base as shown. لاحظوا هذا الأساس، نتيجة هذا الأساس هو نقل الأحمال من المنشأ إلى طبقات التربة، وبالتالي إنه هذا اللود من نقسمه على مساحة الأساس راح يعطينا Q نوت أو الدلتا QS مثل ما أخذناه بالفصل الأول. وعليه إذا كان هذا الأساس هو أساس مرن Flexible Foundation، فإن مقدار الهطول راح يختلف. لاحظوا هنا تحت الأساس يعني مركز الأساس مقدار الهبوط أكثر من الأطراف، بينما لو كان هذا الأساس rigid جاسئ rigid foundation، فإن مقدار الهبوط بمنتصف الأساس وعلى أي نقطة على الأساس على يعني على امتداد هذا عرض الأساس راح يكون متساوي. إذن هذا هو الفرق بين the flexible foundation settlement والrigid foundation settlement. ننتقل إلى أنواع الهبوط types of settlement. النوع الأول هو Uniform Settlement، وهذا النوع يحدث occurs when the entire footing moves down as a unit، يحدث عندما يحصل هبوط بالأساس كوحدة واحدة، and has a maximum limit to prevent the failure of soil under the structure، وأكيد أنه إلى مقدار معين مسموح به، إلى maximum limit اللي هو allowable limit، الغرض من عنده أنه يعني غرض تحديد هذا الليمت للهطول أو الهبوط حتى نمنع فشل المنشأ أو فشل التربة تحت المنشأ. لاحظوا إنه هذا الأساس before loading، قبل لا يعني مجرد أن نفذنا، بعد ذلك انتقل حمل المنشأ للأساس فأصبح وجود settlement، هذا before loading، هنا after loading، ومقدار هذا السيتلمنت راح نرمز له S sub T.
سبب هذا الهطول هو أكيد خصائص التربة، لأن التربة قابلة للانضغاط. النوع الآخر من السيتلمنت هو الديفرنشال سيتلمنت، الهبوط التفاضلي. occurs when one side of the structure settles more or less than the others. يحدث عندما أحد الأسس يحصل له هبوط بمقدار أقل أو أكثر من الآخر. therefore it may lead to damage of the superstructure، وعليه قد يسبب فشل أو ضرر بالمنشأ. لاحظوا عادة أنه إحنا ننفذ مجموعة من الأسس، ف بسبب اختلاف اللود على هذه الأسس راح يحصل هناك فرق بالسيتلمنت، أو لربما بسبب اختلاف قواص التربة أو كلاهما، يعني اللود يختلف وكذلك خواص التربة تختلف، أو أنه فقط اللود يختلف أو فقط خواص التربة تختلف. بهذه الحالات أنه راح يكون الهبوط لأساس مثلا رقم واحد أقل أو أكبر من هبوط الأساس رقم 2، وعليه أنه هذا الأساس الأول إلى ST1 والأساس الثاني إلى ST2، هذا هو الهبوط اليونيفورم اللي أخذناه، هذا هو الهبوط اليونيفورم. لكن الفرق بين هذول الهبوطين، يعني الـ ST2 ناقص الـ ST1، هو الدلتا ST. هاي الدلتا ST هو هذا الديفرنشال سيتلمنت، أكيد هذا إلى ليميت. أيضا هناك مصطلح آخر يعرف بالانجولار ديستورشن، وهاي الانجولار ديستورشن هي حاصل قسمة الهبوط التفاضلي اللي هي الدلتا اس تي على المسافة بين مراكز الأعمدة، عفوا مراكز الأسس، يعني هاي الال هي المسافة بين مراكز الأسس. هذا الجدول حقيقة يوضح لنا الالاوبل سيتلمنت. الايتم هي limiting values for serviceability requirements، يعني حتى نقول انه هذا الاساس هو يحقق لنا او مطابق لمتطلبات الخدمية او حالة الحدود الخدمية، نحتاج ان نحقق الـ S of T. الـ S of T هو الـ total settlement اللي قيمته يفترض ما تتجاوز 25 ملم للأسس المنفصلة و 50 ملم للأسس الرافت، في حين الهبوط التفاضلي اللي هو الدلتا اس تي يفترض ان يكون ما يتجاوز ال 5 ملم في حالة frames with rigid cladding، و 10 ملم frames with flexible cladding، وال 20 ملم open frames. في حين الانجولار ديستورجن اللي هي البيتا اللي هي قلنا المقدار الهبوط التفاضلي على المسافة بين سناتر الأسس يفترض ان ما تتجاوز الواحد على 500. هذا هو الـ allowable settlement. الآن الـ components of total settlement، يعني احنا هذا الأساس اللي اطلقنا عليه S of T اللي هو الـ uniform، هذا أو هذا أو هذا لأي أساس، هو عبارة عن مركبات. components of total settlement. Total settlement اللي هو الـ S of T is generally composed of three components. يعني مقدار الهبوط اللي يحصل بالتربة تحت الأساس هو عبارة عن ثلاث مركبات، يعني نقدر نقسمه إلى ثلاث أنواع من الهبوط. أول واحد الـ immediate or elastic settlement، نرمز له S sub I، occurs due to a change in shape of the soil mass، يحدث نتيجة التغير بشكل التربة. بمعنى elastic deformation of soil particles at the time of load application with no change in water content، اللي هو تشوه مرن لحبيبات التربة عند لحظة تسليط الأحمال وبدون تغير بمحتوى التربة، بمحتوى المائي للتربة، لأن إذا صار تغير بالمحتوى المائي للتربة معناه صار عندنا بزل للمياه وبالتالي راح يتحول الى النوع الاخر اللي هو الانضمام. هذا الـ immediate or elastic settlement هو is not time dependent، ما يعتمد على الوقت، لا يعتمد على الوقت. النوع الثاني
اللي هو المركبة الثانية خلينا نقول من هذا التوتال سيتلمنت هو البرايمري كونسوليديشن سيتلمنت، هبوط الانضمام نرمز له بالرمز الصف سي. Results from the gradual drainage of water from voids and is time dependent. هذا هو نتيجة، يعني يحصل هذا هبوط الانضمام نتيجة البذل التدريجي، يعني المي يخرج من الفراغات اللي هي الفراغات بين حبيبات التربة، وهذا هو خلينا نقول مستمر نتيجة الأحمال المسلطة على هاي الطبقات مستمر مع الوقت، لذلك هو يعتمد على الوقت. فتشوفون انه هذا الهبوط الانضمام هو يستمر مع الوقت. النوع الاخر او المركبة الثالثة من التوتال سيتلمنت هو السكندري كومبريشن سيتلمنت، نرمز له بالرمز SCSC. هذا النوع ينتج results from compression of the soil skeleton and is time dependent as well. ينتج من ضغط السويل سكيليتون، او sometimes we call it mineral skeleton، يعني الهيكل المعدني. الهيكل المعدني نقصد به للتربة، يعني بنية التربة اللي هي حبيبات التربة. حبيبات التربة هاي الحبيبات بعد ما يحصل لها انضمام وتقترب مع بعضها البعض فراح تزداد قوة البيرنج بيناتها، قوة الارتكاز، وبالتالي نفسية الحبيبات راح تنضغط، راح يحصل لها تشوه. فهذا التشوه هو يندرج ضمن السكندري كومبريشن سيتلمنت، من الاسم سيتلمنت كومبريشن سيتلمنت، يعني هبوط نتيجة انضغاط. وايضا هو يعتمد على الزمن، يعني يزداد بمرور الزمن. اذا الاس توتال هو عبارة عن ثلاث مركبات. المركبة الاولى الاس سب اي اللي هي الاميديت، وراح نتعلم كيفية حسابه، والاس سب سي اللي هو الكونسوليديشن سيتلمنت ايضا راح نتعلم حسابه، والاس سب اس سي اللي هو السكندري كومبريشن سيتلمنت اللي هو الهبوط نتيجة انضغاط حبيبات التربة. هذا حقيقة مخطط يوضح لنا السيتلمنت او مركبات التوتال سيتلمنت مع الزمن. لاحظوا انه الاميديت سيتلمنت احنا ذكرنا انه ما يعتمد على الزمن، بمقدار قليل جدا، يعني الى لحظة معينة، الى فد زمن معين، لربما هاي هنا اشهر حقيقة او اقل، لان هذا الرسم هو نوت سكيل. فمقدار الاميديت سيتلمنت راح يحدث مباشرة بعد انتهاء فترة الانشاء او التنفيذ المنشئ، في حين البرايمري سيتلمنت يستمر لسنوات، وبعد ان يكتمل البرايمري سيتلمنت يبدا عندنا السكندري سيتلمنت. فهذا هو التمثيل للمركبات السيتلمنت مع مرور الوقت. نجي الى ملاحظه، وهي الملاحظه مهمه جدا. ان جرانولار سويلز يعني التراب الحبيبيه مثل التراب الرمليه، فالاس سب تي التوتال هو عاده الميجوريتي، يعني اغلب الهطول يصير هو الاميديت، لذلك لان التربه ما تحتفظ بالمياه وبالتالي ما راح يصير عندنا كونسوليديشن، لذلك انه بمجرد ان ننفذ منشأ على التربه الرمليه فهذا السيتلمنت اللي دي يصير هو الاس اي، وهذا هو يعتبر الاس توتال، يعني الاس سب سي والاس سب اس سي ذولا ممكن ان نهملهم، خصوصا لو كان المنشأ نفذناه على تربه رمليه او حبيبيه. اذا الاس سب تي لمنشأ منفذ على تربه حبيبيه او رمليه، فالاس سب اي هو هذا الميجر، هو هذا الكميه الكبيره من السيتلمنت، والاس سب سي هو present موجود but mixed with اس اي. اذا بمجرد ان احسب الاس اي انا قد اضمنت حساب الاس اي والاس سب سي، اما الاس سب اس سي فهو غير معرف، يعني ممكن ان نهمله. في حين ان كوهيزيف سويلز يعني بالتراب التماسكيه مثل الطين، لا المساله تختلف، انه الاس سب اي هو الماينر، هو الماينر، في حين الاس سب سي هو هذا الميجر، هو هذا الهبوط الرئيسي او الى الحصه الكبيره، في حين الاس سب اس سي صغير جدا موجود
وقد انه يعني الى معادلات معينه نحسبه من خلالها، لكن كمقدار هو مقدار قليل جدا small. اذا بالتراب الطينيه راح يكون عندنا النسبه الكبيره للهبوط هي الاصب C. In organic clays، التربة الطينية اللي تحتوي على مواد عضوية، حقيقة هاي المواد هي غير مرغوب بها، لكن في حالة انه اضطرينا ان نحسب الهبوط فال secondary compression settlement is the major part of the settlement، فراح يكون الاس صب اسي هو الجزء الاكبر اللي يسبب الهطول تحت هكذا او تحت الاسس المنفذة على هكذا طبقات. الان ننتقل الى كيفية حساب الـ immediate او الـ elastic settlement. Calculation of immediate بين قوسين elastic settlement يعني الهبوط الاني او المرن based on theory of elasticity. حقيقة اكو عدة طرق لحساب هذا الهبوط، لكن احنا اختارينا الهبوط اللي معتمد على نظرية المرونة theory of elasticity، وهذه الطريقة هي طريقة عامة لجميع انواع التراب. If the foundation is perfectly flexible، اذا كان الاساس هو مرن based on theory of elasticity the settlement may be expressed as، فبالاعتماد على نظرية المرونة انه ممكن ان نحسب الهبوط بهذه المعادلة. الاس سب اي هو هذا اللي هسه احنا راح نتعلم حسابه، اللي هو المركبة الاولى السب اي، هذا اللي راح نتعلم حسابه. الاس سب اي يساوينا الكيو نوت في البي داش في الالفا في واحد ناقص ميو اس سكوير على الاي اس مضروب في اي اس اي اف. الكيو نوت او الدلتا كيو اس احيانا نرمز لها هي الفوتنج بريشر ات ذا بيس، يعني القوة على مساحة الاساس او الحمل على مساحة الاساس، هذا هو الكيو نوت. البي داش تعتمد على انه هل الهبوط اللي احسبه ات ذا سنتر اور ات ذا كورنر، يعني هبوط اريد احسبه عند منتصف الاساس او عند حافة الاساس. اذا رجعنا هذا الشكل، هل انه اريد احسب الهبوط عند المركز هنا اسفل مركز الاساس او عند الطرف عند الكورنر، فهذا هو المقصود ب. اذا كان عند السنتر فالبي داش هي عبارة عن نصف ارض الاساس، واذا كانت عند الكورنر فراح يكون البي داش يساوي لنا عرض الاساس. اما في حالة انه اذا كان الاساس دائري فانه البي داش هي نصف قطر الدائرة، يعني يساوي لنا نصف القطر. الألفا أيضا تعتمد على منطقة حساب السيتلمنت. ألفا ناخذها 4 إذا كان الحساب للسنتر، يعني حساب السيتلمنت عند السنتر، وناخذها ألفا تساوي 1 إذا كان بنحسب الهبوط عند الكورنر الزاوية. الميو اس هي البوزون ريشيو، نسبة بوزون للتربة، وهذه النسبة اذا كانت متغيرة مع العمق فراح ناخذ الويتد فاليو اللي هي القيمة الوزنية، يعني نضرب نسبة بوزون في سمك الطبقة زائد النسبة البوزون الطبقة الثانية على مجموع سمك الطبقات. الـ IF هو depth factor function من الـ DF على الـ B والـ B over all والـ mu s، وهذا هو الجدول اللي نستخرج من عدة الـ IF. الـ mu s إذا كانت طبقة واحدة فهي الميو اس لتلك الطبقة، وإذا كانت مجموعة طبقات فراح ناخذ الأفرج حسب هاي المعادلة، والدي اف على البي نوجد قيمتها، ومن ثم نحتاج أيضا معرفة البي اوفر ال هل هي 0.2 0.5 أو 1، ونستخرج قيم
هي قيم الـ IF. في حالة انه الـ MUS هي يعني between هاي الأرقام فنعمل interpolation، كذلك الـ B over all إذا كان 0.3 على سبيل المثال فنحتاج نسوي interpolation. الـ IS هو الشيب فاكتور، هذا الشيب فاكتور هو معادلة F1 زائد 1 ناقص 2 ميو اس على 1 ناقص ميو اس في الـ F2. والـ F1 والـ F2 تعتمد على الـ M داش والـ N داش، ونستخرجهم من جداول. هذه الجداول موجودة بمصدر براخ داس tables 5.8 and 5.9 صفحة 248، وإن كان أنا رافقهم هؤلاء هم الجداول. لاحظوا الـ M داش هو الـ L over B والـ N داش هو الـ H over B داش، والـ B داش أذكر إنه هو يعتمد هل إنه إحنا دا نحسب settlement عند السنتر أو عند الكورنر أو هو أساس دائري، هذا هو الـ B داش. إذن بمجرد أن ندخل لهذا الجدول، لاحظوا هذا الجدول هو لحساب الـ F1، أحتاج قيمة N داش وأحتاج قيمة الـ M داش، هاي هي قيم M داش، وبالتالي هاي الأرقام هي تمثل لي قيمة الـ F1. أيضا هذا الجزء، طبعا هذا المستطيل الأحمر هو للمثال، إحنا إن شاء الله راح ناخذ مثال ونتعلم شلون نستخرج الـ F1 والـ F2. هذا هو تكملة continued. الآن هذا الجدول هو للـ F2، لاحظوا أيضا يعتمد على الـ N داش والـ M داش، وهاي القيم هي قيم F2. باقي عندنا الـ ES، الـ ES هو الـ Average Modulus of Elasticity of the Soil، الـ ES أيضا إذا كانت طبقة واحدة فنأخذ الـ ES لتلك الطبقة، أما إذا كانت مجموعة طبقات ولكل طبقة ES فنحتاج أن نستخدم الـ Average اللي هي الويتد فاليو، ايضا الـ ES لتلك الطبقة في سمكها على زائد بقية الطبقات على المجموع سمك الطبقات. الملاحظة المهمة هي الـ H، هنا أنا ايضا هذا الـ H، ايضا هنا عندنا H. الـ H هو distance from footing base to impervious layer or 5B whichever is smaller، أيهما أقل. يعني الـ H هو عبارة عن المسافة من قاعدة الأساس إلى طبقة غير نفاذة. الطبقة الغير النفاذة تنذكر بالسؤال، على سبيل المثال إنه الروك يعني الطبقة الصخرية هي تعتبر طبقة غير نفاذة، إذن المسافة من قاعدة الأساس إلى الطبقة الصخرية أقيسها هذا H، وعندي عرض الأساس أضربه في 5 راح أحصل على قيمة ثانية للـ H، أيهما أقل هي هاي تمثل لي قيمة H اللي أستخدمها بالقوانين. هاي الحسابات جميعها هي لحالة الـ SI إذا كان flexible، إذا كان flexible. فإذا كان المطلوب أن أحسب الـ SI والأساس أو قاعدة الأساس rigid جاسئة، فبمجرد أنه 93% 0.93 في الـ SI لـ flexible، هذا هو طبعا الـ flexible for center، فراح أحصل على الـ SI rigid، لأن الـ SI rigid هو منتظم سواء بالcenter أو بالأطراف. لكن الـ SI اللي أحسبه يعني كأساس مرن هو يكون عند السنتر. أعيدها، أحيانا نطلب الـ SI rigid، فالـ SI rigid هو هذا معادلته 0.93 في الـ SI flexible for center. إذن أروح أحسب السيتلمنت لأساس مرن، وهذا الأساس المرن يعني مقدار الهبوط اللي راح أحسبه عند السنتر، لأن إنه كلمة السنتر تفيدنا في الـ B over في الـ B داش اللي هي B over 2، وكذلك الألفا تساوي 4، هذا هو الغرض من عندها. تكلمنا على هاي الجداول، قلنا هي الـ F1 والـ F2 اللي تعتمد على الـ M داش والـ N داش،
الآن عندنا معادلة أخيرة اللي هي فيما يخص إذا كان وجود مياه جوفية effect of groundwater on elastic settlement. The following empirical formula can be used to take into account the influence of groundwater. لاحظوا إنه هذا الأساس لو كان أكو مياه جوفية فهذا هو فاكتور اسمه C sub W. هذا C sub W ينضرب بمجرد بالS I فراح نحصل على S I dash. يعني أنا أحسب السيتلمنت ومن ثم إذا أكو مياه جوفية راح أحسب هذا الفاكتور. هذا الفاكتور C sub W معادلة وضعية بسيطة، واحد على 0.5 زائد 0.5 في الدي دبليو على الدي اف زائد بي. كل اللي نحتاج نعرفه هو الدي صب دبليو. الدي صب دبليو هو المسافة من الجي اس من السطح الى الووتر تيبل الى سطح المياه الجوفية، هذا هو الدي دبليو، هذا هو الدي دبليو. فاذا كان اذا كانت المياه الجوفية عند السطح هنا فالدي دبليو صفر، فتشوفون انه السي صب دبليو هو راح يساوي لنا بهاي الحاله اذا كانت المياه الجوفيه عند السطح راح يكون هذا صفر وهذا التير صفر وعليه انه 1 على 0.5 هي 2 والاثنين هي اكبر من 1، اذا راح هنا يتضاعف عندنا الهبوط تحت الاساس في حاله وجود مياه جوفيه عند السطح. وهكذا يعني الشيء الضروري اللي تعرفوه انه الدي صب دبليو هو يقاس من الجي اس الى الووتر تيبل. ننتقل الى مثال. A shallow footing 1 في 2 متر as shown. Calculate the elastic settlement at the center of the footing عند مركز الاساس. هنا ايش مطيني؟ مطيني هذا اساس واللود هو 300 كيلو نيوتن. الدي اف 1 متر وعلى عمق 6 متر عندي روك، هاي هي الامبريفيوس لاير الطبقة الغير نفاذة، والميو اس نسبة بوسون هي 0.3. لكن الاحظ انه هذا المخطط هو للاي اس معامل المرونة، ليقول لي انه من 0 الى 2 متر انه الاي اس هي 10,000 كنيوتن متر مربع، ومن ثم من 2 الى 3 يعني سمك 1 متر هي 8,000، ومن 3 نزولا للطبقة الصخرية هي مقدار 12,000. اذا عندي تغير بالاي اس، اذا هاي الطبقة ممكن اقسمها الى ثلاث طبقات. الطبقة الاولى سمكها 2 متر، الثانية متر، والثالثة يعني نقول هاي 6 متر. ما تبقى عفوا 6 ناقص 3 3 متر. الحل انه هذا هو القانون مالتنا مال اس اي. الكيو نوت قلنا هي عبارة عن بي اوفر اي اف. اللود 300 والمساحة 2 في 1 تطلع 150. البي داش بما انه انا بدي احسب للسنتر، لاحظوا انه للسنتر، فالبي داش هي بي على 2، البي هو البعد الاقل، فواحد على 2 يطلع نص متر. الالفا 4 لان ايضا انا بدي احسب للسنتر، والميو هي 0.3 لجميع الطبقات ثابتة قيمة واحدة، اذا ما يحتاج احسب هنا معدل لان قيمة واحدة للميو. ال H قلنا هو المينيمم من حالتين، المسافة من قاعدة الأساس إلى الطبقة الغير نفاذة اللي هي 6 متر، وخمسة في B، خمسة B، الخمسة في واحد هي 5، أيهما أقل؟ إذا ال H هي 5 متر. الآن ال ES، ال ES أحتاج أن أوجد المعدل مالتهم لكن بطريقة الوزنية. فال القيمة الأولى هي 10,000 في سمك الطبقة هي 2، زائد القيمة الثانية 8,000 في سمك الطبقة 1، زائد 12,000 اللي هي القيمة الثالثة في سمك الطبقة. هنا سمك الطبقة هو المتبقي من ال H، لاحظوا هذا ال H 5، هذا ال H 5 اللي هو المقام، ال H 5 دول 2 وهذا 1 3، إذا ما تبقى هو 5. يا إخواني ملاحظة مهمة أنه هذول مجموع السماكات يجب أن يكون مجموعهم هو يساوي لنا قيمة H. يعني إحنا هنا عندي 2 وهنا عندي 1 3، فما تبقى هو 2. إذا الـ ES المعدل الـ Average هو 10,400 كيلو باسكال. باقي عندنا أن نوجد الـ IS والـ IF.
الـ IS هو يعتمد على F1 والـ F2، هاي معادلة الـ IS. إذا أحتاج أنا أحسب الـ F1 والـ F2 من الجداول، ومن أروح للجداول ألقاهم أنه يعتمدون على الـ M' والـ N'. الـ M' هو L على B، الـ L 2 والـ B 1 طلع 2، والـ N' هي الـ H على الـ B', والـ B' هي B على 2 طلع لنا 10. من الجداول أنا محددهم، لاحظوا هذا رقم 1، هذا هو الـ F2، نكون عندي الـ N' 10 والـ M' 2، نحصل على هذا الرقم، هذا هو F2. وإذا رحنا لجدول الـ F1، لاحظوا أيضا 10 و 2، هذا هو جدول الـ F1. إذا 0.641 و 0.031، تمام. إذا حصلنا على قيمة F1 و F2، نعوضهم هنا راح نحصل على قيمة الـ IS. يبقى عندنا شلون أحسب الـ IF. الـ IF يعتمد على ثلاث أمور: الـ DF على الـ B اللي هو 1، والـ B over L هو نص، والـ Mu 0.3. نروح للجدول اللي مذكور هنا، هذا هو الجدول، فعندي 0.3 وعندي قيمة الـ DF على الـ B وعندي الـ B over L. راح أستخرج قيمة الـ IF اللي هي 0.71. تطبيق مباشر بالمعادلة راح أحصل على أنه، لكن انتبهوا هنا عندنا مسألتين الوحدات يجب أن تكون متجانسة. لاحظوا الـ 150 هي بوحدات الكيلو باسكال، يعني كيلو متر على المتر المربع، والـ ES يفترض أن يكون بنفس الوحدات، حتى هاي الوحدات نختصرها ويا هاي الوحدات. هنا ايضا كيلو باسكال، والشدة او الضغط هو ايضا كيلو باسكال، الوحدات متجانسة. يبقى عندي الابعاد، البعد هذا اللي هو بوينت فايف، لاحظوا هذا هو البي داش اللي هو بي اوفر 2 بوحدات المتر. اما باقي الباراميترز هي دايمنشن ليس، بدون وحدات، يعني الالفا والميو اس والاي اس والاي اف بدون وحدات. اذا حتى نجانس الوحدات، اولا الاي اس يفترض وحدات مشابهة لوحدات الكيو نوت، حتى اختصرهم اخلص من عندهم. فيبقى الاس اي وحداته تعتمد على وحدات البي داش، بما انه معوض وحدات البي داش بالمتر، فالاس اي راح يكون بوحدات المتر اللي هو 0.0123 متر، اضربه في الف يطلع ما يقارب 12 ملم. هذا هي طريقة حساب الـ SI، طريقة مباشرة وبسيطة. عندنا هنا homework، هذا الـ homework هو لأساس مستطيل أبعاده 3 × 4.6، ونفذوه على تربة هي silty sand، يعني رمل غير يعني. الـ ES هي 8500 والـ Mu 0.3، at depth 5 متر below NGS، هذا هو قيمة الـ H. الغرض من عنده to carry a uniform pressure، هذا هو الـ Q0 180. estimate the elastic settlement، أريد الـ S sub i. assume أنه rock layer at depth 8 متر، هذا أيضا H، فهنا أنا بعد أنتو يفترض أن تختارون. وعدكم الأساس في 5 × 15، إذن أنا هنا كاتب الأنسر هو 24 ملم. هذا لكم تدريب. شكراً.